اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي الغالي على مصر الاغلى. مصر الاغلى على كل ولادها. مصر الاغلى على وجدان كل انسان فيها. مصر الاغلى من اي شيء. بس ازاي تبقى وطني؟ وازاي تحب هذا الوطن؟ وازاي تغير على مصر؟ وازاي تكون حريص على سمعه مصر؟ النادي الاهلي بيعمل ايه؟ قبل ما اقول لك النادي الاهلي بيعمل ايه؟ ارجع كده المشهد اخر اسبوعين. خاضت مصر واحده من الاختبارات المهمه جدا. تصور الناس اللي بيعبثوا في امنها ان هم في لحظه قوه وان الناس هتسمع كلامهم. تصوروا انه بترديد مش هقول الاكاذيب والافتراءات والوقاحات والتجاوزات عن مصر انه يقدروا يهزوا استقرارها. لا، كتله اللحمه اللي بين السلطه ممثله من اول السيد الرئيس وبين الشعب اللي ما كانتش محتاجه تخوض اختبارات، لان عندما يطلب قائد البلد من المواطنين التحمل فيتحملوا معاه الفطره. ويعدوها بامتياز ساحق. النهارده بدأت تندع. النهارده أسعار البنزين والمحروقات بتقل، هتقول لي 25 قرش. لو قرش ساخ ليها مدلول؟ إنك أنت بقت عملتك على مستوى العالم بتتعامل مع العالم بقوة بشكل لا يقدر. لما ينزل البنزين في أي بلد ينزل عندك ترتبط بالأسعار العالمية، وإنك أنت ما بتكبرش وتروح ماليش دعوة تعمل نفسك إنك يعني من بنها وتسيب الدنيا على لا، أنت في أنت بتستغل أي فرصة لصالح المواطن إنك تخفف عنه. حديد التسليح بيقل، الأسمنت بيقل، الدولار بيقل، أنت بتجني. وده سبب ده كله سبب التوقيت بتاع الهجمة الشرسة على مصر وعلى قيادتها. صحيح. ومحاولة الوقيعة بينه وبين الشعب، لأن الاستقرار والدكل ده التحمل بالزبط. والدكل أنت دفعت فاتورة وبدأت تجني ثمارة. مش عايزك تجني، أعدائك مش عايز اللحظة دي. صحيح صحيح. فالشيء الوحيد أنك تخدم بلدك بيه أنك تكون على قدر المسؤولية في اللحظة دي، ما تحطش من أسباب الالتهاب أي نوع من أنواع الكلام اللي يساعد في هذا الكلام. مش الرياضة أبدا هي اللي تكون الوسيلة اللي نختلف بيها مع بعض، عيب. احنا عايزين نقول الأهلي وهو بيتحمل بيتحمل لأن عليه مسؤولية مجتمعية، وإحنا لما بنتحمل في شخصنا. أنا عايز أي حد يجي يطلع على التليفون ده يشوف حجم التجاوز اللي بيجيلي بشكل يكاد يكون يومي، من صبية صغيرين مزقوقين وبيزقهم واحد اسمه هاني عايش لي في إيطاليا، ده حسابه برضه بإذن الله هيجي، هو اللي وراه. فاللي أنا عايز أقول، لأن في هجيبه إزاي؟ بالقانون، بالقانون هجيبه، بالقانون بإذن الله. إحنا لما بنقول كده، أنا الكلام ده بيحصل معايا بقاله يمكن أكتر من سنة، ما طلعش اتكلمت فيه. مش عايز عشان ناس إيه تتبرع تقول لك إن جيب لك حقك، لا مش عايز حد يجيب لي حقك، مالكوش دعوة. أنا حق بلدي هتدوني بالقانون. حرصا على حاجات كتير، أنا الولاد دول صعبانين عليا، عارف منهم اتنين تلاتة مثلا بيتكلموا بروح ردد عليهم. في الأول يحاولوا يعملوا لهم أنت زملكاوي وأنت جاي عايز إن المكالمة تشتمني روح ضحك. آخد ودي معاه بعد شوية بيهدى ويعتذر لي ويبتدي يقول ممكن أكلم حضرتك بعدين. ما هماش وحشين. ناس مش وحشة. مسؤولة. مزقوقه وفاكره ان كده بتخدم ناديها وكده بتخدم، او متهيألهم ان احنا يعني بنناوئ نادي. احنا مش بنناوئ، احنا عايزين نتنافس بشرف. احنا عايزين نلعب كويس وهم يلعبوا كويس واحنا نلعب احسن واحنا نكسب وهم يوم هيجي يوم هيغلبني وانا عايز اكسب باستمرار. يعني هي دي طبيعه الامور، ولازم كلنا واحنا عمالين. ولذلك احنا بقالنا كام حلقه عمالين نقول للناس سيبكوا من التحفيل. صحيح. الاصحاب بيموتوا بعض على القهوه عشان بيحفلوا على بعض في الكوتشينه.
وفي الدومنا. مش عايزين كده يا ولاد، الرياضه ما اتعملتش عشان كده بالظبط. الرياضه عشان ان انا اقعد زي ما انا، زي حاله النشوه اللي انت حاسسها دلوقتي، فرقتك كويسه وماشي، ركز في دي، مالكش دعوه بحاجه تانية خالص. حتى الخلاف اللي بيننا دلوقتي خليك بره، لان الاهلي هيجيب حقه باذن الله. مفيش حاجه تدعونا، انا مش هعمل زي غيري، هم عايزين عمالين يدعوا ناس انها تيجي تشتمك وتشتمني وتشتم الكابتن خطيب وتشتم مش عارف مين لا، عمرها ما تبقى كده الدنيا. واحنا بنتحمل وهنتحمل عشان عندنا مسؤوليه، وارجو ان احنا ما نضطرش نضيع وقت الناس بعد كده، ونتكلم في فيما يفيدها وفي الرياضه. الاهلي الغالي على مصر الاغلى. طبعا مش محتاجين نذكر بلا طبيعه نشاه الاهلي التاريخيه، ولا دور الاهلي الوطني عبر العصور والفترات البعيده في كل المناسبات. الاهلي دايما وابدا في طليعه القوى الشعبيه الخادمه لهذا الوطن في كل المناسبات الوطنيه الكبيره. بس حتى من الصوره الرياضيه اللي المهندس عدلي قال عليها، ازاي تشرف بلدك؟ ازاي تمد جسور الثقه كقوه ناعمه شعبيه مع قارتك الافريقيه باعتبارها انه المحيط الكبير اللي انت مرتبط بيه؟ واللي شيء رائع جدا انه السيد الرئيس فعلا استعاد كتير من جسور التواصل مع القاره. مصر غابت كتير جدا عن افريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي شفته مش بس بيرأس الاتحاد الافريقي، لا، جهود التواصل مع دول القاره رجعت مصر لقيمتها، المكانه ومكانتها. وحتى في اطلاع مصر، مصر بتطلع بعلاج الاشقاء الافارقه من فيروس سي وغيره، وبتقدم المعونات الطبيه الكبيره. مصر بتطلع بالكتير مشروعات التنميه في افريقيا، ان انت ازاي تقدر تعمل نهضه اقتصاديه في دول القاره المحرومه والفقيره. ده دور مصر القيادي الريادي كمان. فلما يكون مصر عندها هذا التوجه نحو القاره، يكون النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا في طليعه هذه القوى الشعبيه الناعمه الداعمه لصوره مصر. هاتولي مره بعثه من النادي الاهلي سافرت افريقيا ولم تحظى بالاحترام والتقدير والتعليق والتعقيب من قبل سفير مصر لدى هذه الدوله. المره الوحيده كانت في ماتشنا مع الترجي بفعل فاعل وخطابات مزوره عشان اللي بيتكلموا بيحاسبوا. لا انت بتتكلم، انا بكلمك على الصوره بتاعه النادي الاهلي مع البلد اللي هو رايحها. ايه الانطباع اللي بيتركه؟ الشكل اللي بيتعامل بيه؟ ايه الاسهام اللي بيقدمه في تدعيم هذه الصوره الحضاريه لهذا الوطن الغالي؟ ارجعوا لو في وقت هنعرض لكم مكالمات كل الساده السفراء في الدول وهم ممتنين وفخورين انه الاهلي خير سفير للوطن، انه الاهلي فعلا صوره حضاريه محترمه، ان الاهلي فعلا لما بينزل اي دوله افريقيه بيزيد من هذه القيمه وهذه الصوره لدى الاشقاء في افريقيا. هي دي الرساله الوطنيه اللي المجلس الاداره انه عبر الاجيال حريص انه صدرها من خلال الرياضه. هو ده الدور الوطني، هو ده الدور الوطني اللي بجد، مش بالكلام ولا بالتجاوزات. التقدير للاشقاء في افريقيا. شوفوا واحد زي اخر سفريه للاهلي كانت فين؟ اخر حاجه عشان بس الوقت، غينيا الاستوائيه، من الدول القليله اللي الاهلي بينزلها. شوفوا كلام السفير المصري في غينيا الاستوائيه السفير حاتم حسوبه يتحدث عن الاهلي عندما حل ضيفا على ملابو عشان يقابل كانو سبورت. انا اللي برحب بحضراتكم لان طبعا مجيتكم هنا كان مجيه من المجيات اللي طال انتظارها من مصر، وممثله في خير تمثيل النادي العريق النادي الاهلي، نادي مرتبط بتاريخ مصر وبحركه القوميه المصريه والحركه الوطنيه المصريه، وهو رائد الكوره في جمهوريه مصر العربيه من سنه 1914 تقريبا. هو اللي حبب الكوره، المصريين في الكوره، وهو كان اللي بدا الكوره في مصر كلعبه وكهوايه وكمناسبه اجتماعيه بتجمع الناس. طبعا النادي الاهلي بالذات طبعا باعتبار ان اول مره يجي هنا، ودي مره انا بالنسبه لي كانت يعني كانت فتره طال انتظارها للنادي عريق ويمثل مصر جزء من القوة الناعمة المصرية في مجال الرياضة. دي هيكون ليها أثر
إيجابي جامد جدا 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 هنا، لأن برضو وجود الأهلي هنا بيدي سبوت لايت على الدولة. هي دولة يعني رغم عشان كناها صغيرة، هي دولة غنية جدا، شعبها مسالم جدا وطيب جدا، وفي نفس الوقت فيها فرص هنا لمصر كتير جدا. الاستقلاء هنا دي بحضرتك نتكلم لها بالقوة الناعمة بتاعت مصر. أنا النهاردة ما بيكون نادي عريق عندي بيلعب هنا، وفي كمان طلب من الجانب الغيني الاستوائي ان هو لعيبته يكونوا محترفين عن طريق النادي الاهلي، ده هو الاثر النفسي اللي انا محتاجه عشان اعمل تاثير في الراي العام هنا. لان طبعا لما يبقى لعيب محترف في مصر وبيبقى منتمي لبلده ويروح يلعب بعد كده سواء مع الاهلي او مع اي نادي تاني، هيبقى برضو الجذر بتاعه اتنشا في النادي الاهلي، وهيبقى في رابطه نفسيه وعاطفيه في الموضوع ده مع مصر. وطبعا حضرتك عارف اثر الرياضه بالنسبه لافريقيا بالذات اكبر من اثر ان اعمل مشروع. انا ببدا الاول بان انا اعمل تاثير نفسي موالي ومتعاطف مع بلدي. الرياضه احد الوسائل الهامه جدا فيه مع الجانب الثقافي، وهم ما ينفصلوش اكشولي. معالي السفير لخص كل المعاني اللي عايزين نقولها، واشار الى ان الرياضه القوه الناعمه، البعثات اللي زي دي احد القوى الناعمه المؤثره جدا، لان شوفوا لما يوصل وانت بعد ما تخلص الماتشين اللي خسرهم المنافس بتاعك يطلب ان يعمل بروتوكولات وتوأمه، وانك انت من خلالك والنبي ينقل لي خبراتك، وهو ده مش اتساق مع اهداف الدوله؟ طبعا الله، ما احنا ده اللي بنقوله، ان نادي الدوله من هذا المنظور، مش من منظور السلطه، من منظور ان انا ماشي مع اهدافك وحريص ان انا احققها، ومش النهارده وامبارح وبكره واول امبارح وبعد بكره. هو دي السياسه اللي بيتبعها النادي الاهلي يا جماعه، انه يبقى على هذا المنوال ويفهم الرياضيين اللي عنده يعني ايه رياضه وتعمل ايه. هو انا النهارده لما يكون في تنس الطاوله وانا بلعب بطوله في منتهى الاهميه واروح من 6 لعيبه اسحب 2 اتخانقوا مع بعض، وانا شفت ان هم في صوره لا تليق بمصر ولا بالنادي، انتوا رايحين تتخانقوا مع بعض قدام هو ده حسن تمثيل الاهلي ومصر. تعالوا مردود ده ايه، والناس كانت بتتكلم ازاي عن النادي الاهلي ثم يفوز الاهلي وكافئ عشان الناس تقول لك ايه النادي ده. ده يا جماعه اللي بنقوله، ان ده الدور المنتظر من الرياضه واللي بيعمله كويس قوي النادي الاهلي، لانه فعلا نادي الوطنيه عبر التاريخ. يعني مع أفريقيا، وزارة الخارجية المصرية تعلم من خلال السادة السفراء في كل عواصم القارة الأفريقية قيمة الأهلي، صورة الأهلي، مدى حرص إدارة النادي الأهلي ورؤساء هذه البعثات على أنه فعلا الأهلي يكون خير سفير لوطنه، خير ممثل لهذه القوى الناعمة الكبيرة، خير داعم لسياسات الدولة وتوجهاتها. هو ده الوطن، وهو ده الدور الوطني. ما لناش دعوه بغيرنا بيعمل ايه، نتمنى ان الكل يعمل كده، بس كمان ما تنتقصش من شان النادي الاهلي وما يفعله النادي الاهلي. ما تحتكرش البطوله وتدعي وتزعم ان النادي الاهلي ما بيعملش حاجه، الاهلي بيعمل كل حاجه. بس بيعمل كل حاجه صح. بس بيعمل مش بيتكلم. بيعمل كل حاجه صح. تتسق مع سياسات الدوله العليا وتتسق مع مصلحه هذا الوطن وصورته. لما تفكر في المشهد وده اللي هنشوفه، ان في كل المدربين اللي خرجوا من عندك حتى اللي بيخرجوا اهو مثلا بفسخ عقد بيخرج يشكر فيك اهو. انت بتتكلم على افريقيا، طب تكلمني على اوروبا اللي بتجيب منها مدربين. هات لي مدرب راح اشتكى النادي الاهلي انه اساء معاملته، هات لي مدرب ما راحش في الخارج اتكلم حتى والاهلي بيفسخ عقده بالتراضي والاحترام والذوق، بيعمل له حفل تكريم وهو مستغنى عنه. هي دي صوره مصر، هو ده مسؤول النادي الاهلي في حرصهم على قيمه هذا الوطن وصوره مصر الحضاريه بجد. فمحدش ينتقص ولا يقلل من اللي الاهلي بيعمله، الاهلي لا بيعرف يشتم ولا بيتجاوز ولا يسيء ولا يهين ولا يخرج عن الاعراف ابدا تحت اي ظرف. مش هي دي الوطنيه ولا هي دي معايير الانتماء؟ الوطنيه بالاسلوب ده مش بتاعنا. مش بتاعنا. وما بنعرفوش. احنا الوطنية اتصرف لصالح هذا الوطن واحسن تمثيله واقدم له القدوة الصالحة والاجيال الصالحة. دي رسالة الوطنية. افريقيا ادي اللي انت بتعمله، اللي السيد السفير حاتم حسوبة اخر رحلة الاهلي قام بيها الى غينيا الاستوائية، سمعتوا كلامه وعلى تقديره وتثمينه لهذا الدور. والنادي الاهلي بالمناسبة بيرجع يبعت جواب لوزارة الخارجية
يشكر معالي السفير ورجال السفارة المصرية في هذه الدولة على حفاوتهم واستقبالهم وعنايتهم ورعايتهم ببعثة النادي الأهلي، وهم بيكون من عندهم نفس التقارير الإيجابية عن هذا النادي الوطني المحترم بجد. أوروبا آخر حد مشي من النادي الأهلي مارتن لاسارتي، الناس فكرت إنه لاسارتي الجمهور غضبان عليه، النتائج ساءت، الأهلي لما يستغنى عن هذا المدرب المفروض يبقى فيه مشكلة. طب شوفوا آخر، إحنا شفنا آخر سفير، نشوف آخر خواجة الأهلي استغنى عنه، انطباعاته اللي خرج بيها عن هذا الوطن، خرج في اللحظه مش وعن مش هذا النادي ازاي، يعني عقب هزيمه وكان كاسكبان، اجواء مش اي حد يمشي زعلان، اجواء رياضيه مش حلوه، ويمشي اي حد مكانه يمشي زعلان، يمشي متضايق، انما ما مشيش متضايق، ده الاهلي بيكرمه وبيجيب تورته تكريم ليه. فعشان كده يطلع مارتن لاسارتي اخر خواجه مشي من النادي الاهلي، مشي بصوره ازاي نشوف. واللي قاله لاسارتي والمشهد ده الجميل الرياضي الجميل في لحظة انكسار، لكن حاجة شياكة محترمة بتحافظ على مشاعر الناس، بتخرجهم من مصر مفيش غصة، بيتكلموا على مصر وعلى النادي الأهلي ازاي، هو ده الدور. وهو نفس الموقف اللي تعرض له كارتيرون لحد النهاردة عايز يرجع يتمنى العودة، هيتجنن، يقول لك احلى ايام حياته قضاها مع النادي الاهلي. طيب الاسطوره اللي هو ما نقدرش نقول ادينا له بقدر ما هو ادالنا طبعا مانو جوسيه. بص بقى سفير سفير شعبي لمصر في البرتغال وفي اوروبا، جيب سيره مصر في اي حته جوسيه فيها. انت عارف في اصعب اللحظات اللي مرت عليها مصر في فتره يناير، ايوه كلوت على كلام مانويل جوزيه لدى الاعلام الغربي والبرتغالي يعكس فعلا اللي انت عملته مع هذا. عايزين نجيبه مره والله الكلام ده، شوف كلامه عن مصر وقيمه مصر، وحتى السنه اللي فاتت وهو بيتكلم على انه دائم التردد على مصر وزيارتها، بيقول للاوروبيين والبرتغاليين تعالوا مصر، تعالوا استمتعوا بيها، احتقان الاحداث والشارع هايج والدنيا مقلوبة. يطلع بتصريح ويقول لك مين قال ان مصر فيها قلق، انا بمشي في الشوارع الناس معايا مفيش اي حاجه، هو ده الاهلي وهي دي مصر، ازاي تقدر فعلا. لحظه هتعدي، هو ده مش دور وطني انك تسيب وراك سفير بهذا الثقل يكلم تدفع فيها كام دي عشان تقدر تعملها في وسائل الاعلام لما يكون حد بالحجم ده، برضه نسمع نفتكر. شوف جوزيف السي ان ان بقى
بيتكلم صورة وبيتكلم بيشكر المصريين أهي. بصوا مثلا مانويل جوزي بيبكي في وداع الأهلي وبيشكر المصريين. شوف بقى لما الأهلي كل مدرب يجي، أنا برضو أرجوكم ما تستدعوش أي صور مقارنة، مش هدفنا أبدا نقارن حد بحد، ومش هدفنا أبدا نقول إن الأهلي بيتعامل إزاي بحضرية مع المدربين الأجانب وغيره بيتعامل إزاي، لا كلنا لازم نتعامل كده، وكلنا لازم نساهم خلينا في جهود الدولة إزاي فعلا مصر تطلع منها الصورة الطبيعية. مش عايز أقول الأجمل، لا تطلع الصورة الطبيعية، وهي صورة حضرية جدا، وصورة بتعكس قيمة شعب واستقرار وطن ووعي مسؤوليه، ده اللي لازم يطلع. لكنه الأهلي هو بيعمل كل ده، تقول لي الأهلي ما بيعملش حاجة للبلد، الأهلي ما بيخدمش الوطن، مين بيخدم الوطن في القوى الرياضية على هذا النحو أفضل وأعمق وأكثر التصاقا واتساقا مع سياسات الوطن في كل عصوره بما فيها العصر الحالي؟ اللي مقدم صورة مشرفة بتذكر من الأهلي. مقدم صورة مشرفة بتذكر بكل الخير لكل اللي اتعاملوا معاه في افريقيا وفي اوروبا وفي على مستوى اللعيبه على مستوى المدربين على مستوى ده، حتى اللي هرب منك النهارده كلوبالي ده حفي عشان يرجع والنادي الاهلي يسامحه. الناس حتى لما يحصل لحظه كده ينسوا ويكون في خطا بيرجعوا يندموا. تعالوا نشوف مارتينيول مانويل جوزيه بيزور الاهرامات. تاني جوزيه اللي شفناه ده، كل الإيجابيات اللي شفناها في هذا المشهد على أعلى مستوى سياحيا وسياسيا وكل شيء من واحد يعد أسطورة. شوف لما في التدريب يحط ده على صفحته والإعلام الغربي ياخد عنه، ده اللي أنا عايز أقوله. أليس نتاج العلاقة المحترمة السليمة المحترمة اللي هي حولته إلى سفير حقيقي لمصر في أي مكان؟ نفس الشيء بالنسبة لمارتينيول. شفت مارتينيول المدرب العالمي الكبير، لو في وقت كنا ننقل لكم كل التصريحات اللي قالها مارتينيول للإعلام الغربي عن النادي الأهلي وعن مصر، وده لازم يتعمل يا إبراهيم، لازم يعني كنا فعلا نتمنى انه وهيتسع الوقت ان شاء الله كيف يخدم الأهلي وطنه، الأهلي الوطني ودوره. عشان كده بقول لكم ده الأهلي الغالي على مصر الأغلى، ما يصرفش تصرف يحرجه. بالظبط، يعني انت ابنك في بيتك ازاي يخدمك؟ انه يشرفك، انه يرفع راسك بتصرفاته، انه جيرانك تشكر فيه، انه منزل الشارع يقول لك ربنا يحمهولك، انت عرفت تربيه. هو ده، مش انه هو ينزل يبقى هو بيقول لك اجعل من يراك يدعو لمن رباك. احنا انا مفهومي ان هو ده العمل، انك انت تخلق عناصر طيبه لهذا البلد وتكون قدوه صالحه ليهم كيان، تخرج منها الصورة اللي تليق بيها. ده عمق هائل جدا للدور الوطني. طيب، في مصر اليوم حتى مارتينيول وهو بيكرم بعد ما وهو ماشي، أول تعليق له بعد إقالته من الأهلي: سامحوني لعدم قيادة الفريق. كارتيرون سامحوني لعدم قيادة الفريق للفوز بكأس الأمم. ولما الأهلي بيدعو أي فريق
بصوا حتى الأشقاء الأفارقة لما بيجوا يزوروا مصر جايين يلعبوا الأهلي، لكن انتوا متخيلين الأفريقية مش الأمم لا حتى اللي جايين يعني بعثة زي بعثة اطلع برا، بطل جنوب السودان دولة حديثة انفصلت عن السودان منذ بضع سنوات، لكن في أول زيارة لفريق صغير منها جاي يلعب في مصر، شوفوا حرصهم على التواصل مع الأهلي، شوف سعادتهم جايين يلعبوا الأهلي في جايين يزوروا النادي. زي ما شفتوا حضراتكم الوفد بتاعهم اللي جاي يزور النادي، السفير المصري في ملابه بيتكلم ازاي على فريق كانو سبورت عايز يعمل تعاون مع الأهلي وعايز يستفيد. مصر لما بتنظم كأس الأمم الأفريقية بإبهار للقارة والعالم كله، صورة أكثر من رائعة في التنظيم. إسهام النادي الأهلي علشان يدرك إنه الوفد الإعلامي كل الإعلاميين، أنتم متخيلين لما يجي مندوبه وكالات الأنباء والقنوات الفضائية العالمية والأفريقية والصحف الأجنبية يزوروا النادي فيطلعوا يتكلموا عن مصر ازاي، يتكلموا عن اللي شافوه من حفاوه واحترام وتقدير ازاي. الافارقه المعامله الطيبه الكويسه بتاثر فيهم جدا جدا، يلاقوا كل هذه الحفاوه. المركز الاعلامي للنادي الاستاذ جمال جبر وكل الزملاء معاه في المركز الاعلامي عملوا هذه الاستضافه ورحبوا بالزملاء الافارقه والاجانب. شوفوا كل المندوبين التقارير اللي كتبوها عن مصر كانت عامله ازاي. هو ده الدور الوطني. وعلى فكرة لا الأهلي بيأمن ولا بيجب على البلد، ده الدور اللي النادي الأهلي بيعمله، وده اللي بيخلي فيه أندية كتيرة في الوطن العربي حريصة أن تبقى اسمها الأهلي مثلا، بتتأسى ويعني تأثير الأهلي موجود. أدي 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 يعني عمل لترويج الصورة الطيبة عن مصر واتكلموا عن مصر، عمل سياحي، عمل سياسي، عمل اقتصادي، حاجه يعني ما ينكرهاش الا. فما تقوليش الاهلي ما عملش حاجه والاهلي ما بيعملش حاجه، لا الاهلي ما بيشتمش. هو الاهلي بس ما بيعملش حاجه، الحاجه الوحيده اللي بيعملها ما بيعملش حاجه غلط. ما بيعملش حاجه غلط. الاهلي ما بي... انت معاك حق، الاهلي ما بيعملش حاجه غلط. ده وفد اطلع بره، بطل جنوب السودان والعميد محمد مرجان بيطوف بيهم النادي وبيرحب بيهم. كل وفد بيجي لنا يا استاذ ابراهيم بيرجع. بصوا الناس بتمشي بانطباعها عن مصر عامله ازاي، بصوا المدربين اللي بيمشوا بيتكلموا ازاي، بصوا اللعيبه اللي بتحترف في الاهلي وبتمشي انطباعاتها عن مصر، مش عن النادي الاهلي بس، عن مصر. القيمه والحضاره والتصرف والقياده. مصر مش شتيمه، مصر مش كده خالص. ده الدور الوطني اللي الاهلي طول عمره بيلعبه وهيلعبه وحريص عليه، بيأديه لصالح هذا الوطن زي ما بيأديه للرياضة. هات لي منتخب عامل إنجازات كويسة ما فيهوش الأغلبية من لعيبة النادي الأهلي ولا من، لكن دور الأهلي بيلعبه على الصعيد الرياضي، صميم عمله. النهاردة منتخب الكرة الطايرة في كأس العالم في اليابان، بكرة إن شاء الله هيلعب الساعة 11 الصبح مع البرازيل. كسب مباراتين، كسب في المباراة الأولى كندا اعتقد، والمباراه الثانيه فاز على ايران، وبكره هيلعب مع البرازيل. 90% منه اهلي، 90% منه اهلي. زي ما وده الدور الحقيقي، الدور الحقيقي انت نادي رياضي، فشوف انت في الدور الرياضي كمان الدور الاجتماعي والدور الوطني والدور السياحي والدور التنشيطي والدور الترويجي ودور القوى الناعمه اللي بجد، مش الشتامه اللي حاطه مصر الام في أجمل وأبهى صورة تستحقها. ده النادي الأهلي النهاردة كل المنتخبات اللي حققت إنجازات في الفترات الأخيرة وحظوا بتكريم السيد رئيس الجمهورية، منتخب اليد للناشئين اللي توج بكأس العالم، الأغلبية من صفوفه من أبناء النادي الأهلي، في أربعة في القوام الرئيسي في التشكيل الأساسي. منتخب شباب اليد اللي خد أيضا البرونزية في إسبانيا، ستة في القوام الرئيسي. الاهلي وهو بيفوز بالبطوله العربيه لتنس الطاوله، انا بكلمكم على حصاد اليومين اللي فاتوا. في كل بعثه من دول الاهلي حاضر بانضباطه بثقافته البطوليه
برعايته هل معنى كده ان ما يحصلش غلط للعيبته؟ بس شوف بيواجه الغلط ازاي في ثانيه. ارحل في تنس الطاوله. ارجع. بصوا المغاربه الاشقاء في المغرب اتكلموا ازاي على قرار النادي الاهلي. الاهلي بيسحب اثنين من سته، من سته لاعبين اساسيين 35% من قوتك علشان ظهروا بمظهر لا يليق بصوره النادي الاهلي وبمصر. انت دايما وابدا حريص تحط بلدك ووطنك الغالي في افضل صوره يستحقها، وتحط ناديك الغالي عليك ايضا نادي في الصوره اللي يليق بيك انك تمثل ده. زي ما المهندس عادل تسأل، ده نادي يتشتم؟ ده نادي يتقلل من دوره الوطني؟ نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف الكره الجميله وزياده الانتاج.